الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في القمة 33 للاتحاد الأفريقي. مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس G5. البرلمان البريطاني يدعو لتصنيف جماعة الإخوان الإرهابية كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية حول العالم. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الإفريقية 33 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. المزيد في سياق هذا التقرير. في نهاية زيارة سيادته غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أديس أبابا عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. وفي كلمته بالقمة الإفريقية أمس، عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح استضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية. قد دعا السيد الرئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة وهذه القوة مقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت. على صعيد متصل، تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس G5 وممثلي الدول المانحة، وذلك حتى غدا الموافق 11 فبراير الجارية. وتشهد أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب، عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية. كما ستقدم مصر مقترحا لتدريب كوادر دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب، مما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب ويساهم في تحقيق مزيد من سبل الأمن وفتح آفاق التنمية في تلك الدول. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الإفريقية. تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظت عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابطين 2 و5 درجات أخرى، كما تم إجراء أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث. وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.
التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بعد دخولهم المياه الإقليمية بها، وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم. وأكدت المحافظ أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن دمياط وكافة الجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم، وكذلك التصاريح التي يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية، مضيفة أنه سيتم صرف التعويضات اللازمة لهم. وأوضحت الدكتورة منال عوض حرص كافة الأجهزة على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي تواجه الصيادين وتأمينهم. دعا نواب بريطانيون إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية تحرض على الكراهية وتدعو لمهاجمة المسيحيين حول العالم. ونشر تلفزيون البرلمان البريطاني كلمات لعدد من البرلمانيين طالبوا فيها الحكومة البريطانية وشركائها بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي. وحث برلمانيون بريطانيون الحكومة على إجراء تحقيقات حول نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين على أراضيها، فيما تقدم مجموعة من البرلمانيين بطلبات استجوابات إلى الحكومة البريطانية بشأن قيام أعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين بأنشطة مشبوهة على أراضيها، وطالبوا بطردهم خشية من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.